يعني ارحب بك، ولكن يبدو ان زميلتي رغده يعني ذكرت العديد من النقاط الهامه، ويبدو ان هذه الجلسه، الجلسه الخاصه بقضايا ومشاكل التي تواجه الشباب في العالم، هي ما قد لوحظ فيها الزخم والاقبال الكبير للغايه. ونظرا لاهميه هذه الجلسه نستطيع ان نقول انه تم مد الساعه الى قرابه ساعه من انتهاء هذه الجلسه، ولذلك لاهميه هذه الجلسه. الرئيس تشادي كان متواجدا في هذه الجلسه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعديد من التطرق لمشاكل الشباب، كل وفقا لجنسيته وفقا لدولته يتحدث عن المشاكل التي تواجهه في هذه الدولة، ويتم التطرق والمناقشات الممتدة. نتحدث عن أن البطالة هي بشكل أو بآخر هي التي تعكر صفو البلدان، يعني وفقا لأحد المشاركين ويعني المتحدثين في هذه الجلسة، تحدث عن أنه قد تصل نسبة البطالة إلى 75 مليون يعني شخص في العالم، على مستوى العالم، وهذه قد تكلف الدول العديد من الأموال، وقد تكون هذه النقطة الهامة. ولكن موضوع اللاجئين أيضا تطرق له سيادة الرئيس في هذه يعني الجلسة، وتحدث عن موضوع اللاجئين، ولكن للتعرف بشكل أكثر تفصيلا عن مشاركة الجانب الفلسطيني والدولة الفلسطينية في هذا المنتدى، منتدى شباب العالم، نتحدث مع الأستاذة شريهان أبو غوش، وهي دبلوماسية في وزارة الخارجية الفلسطينية، وقد شاركت بالفعل في هذا المنتدى ومشاركة فلسطينية. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا. عاوزين نعرف من حضرتك في البداية حجم المشاركات الفلسطينية في هذا المنتدى. احنا في عنا 9 دبلوماسيين فلسطينيين من وزارة الخارجية والمقتربين الفلسطيني، في عنا كمان عدد لا بأس به من الفلسطينيين الموجودين في سواء فلسطين او خارج فلسطين. كيف تقرأين منتدى شباب العالم؟ شايفاه ازاي؟ احنا في النهاية عدد من الجنسيات المختلفة، حوالي 68 جنسية تتواجد هنا داخل مصر في مدينة السلام، وذلك ل مناقشة والاطلاع على الآراء ومختلف الآراء ووجهات النظر. كيف تقرأين هذه يعني الاحتفالية وهذا المنتدى الكبير؟ بالطبع هذا المنتدى مهم جدا لتبادل وجهات النظر، للحوار بين الشباب أنفسهم أو بين الشباب والمسؤولين وصناع القرار. بالنسبة لنا هاي حدث مهم جدا للمشاركة، حتى لأنه إحنا كشباب فلسطينيين أولا عنا تحديات، عنا ظروف خاصة من احتلال إسرائيلي، في عنا أحلام وطموحات بنشاركها زينا زي أي شاب، شباب العالم كلها، وهي فرصة قلنا انه نتبادل هاي نتبادل الخبرات والتجارب. من المؤكد ان لكم اوراق عمل بيتم طرحها في الجلسات، ما هي اوراق العمل الخاصه بالجانب الفلسطيني واللي بتهمه واللي عاوز يخرج من هذا المؤتمر ببعض النقاط الهامه لتذليل العقبات التي تواجه الشاب الفلسطيني؟ صحيح، مثل ما حكيت لك احنا عنا في كتير بخصوص المؤتمر او المنتدى نفسه، في عنا محاور عدة كتير احنا مهتمين نشارك فيها، سواء بما يتعلق بالتنمية المستدامة اللي هي من اهم عوائقها للشعب الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلي. في كتير مواضيع ممكن نتحاور فيها، منها اللاجئين، ممكن كمان رح نحكي في موضوع بناء المؤسسات والى اخره من المحاور المطروحه في المنتدى اللي احنا اوريدي كلنا مشاركين فيها ومغطين كل المواضيع. يعني السيد الرئيس السيسي يعني كان قد تطرق لموضوع اللاجئين في العديد من الجلسات امس واليوم، وكيفيه التعامل مع اللاجئين وكيفيه يعني تعامل البلدان معهم، وكيف تقرأين يعني تعامل مصر مع الفلسطينيين بشكل او باخر هو جيد للغايه، ولكن كيف تقرأين تعامل البلدان الاخرى مع هذه يعني مع كميات اللاجئين؟ طبعا مشكلة اللاجئين هي من المشكلات يعني من المشكلات الكبرى للشعب الفلسطيني. عندنا 7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في العالم كله، أحوالهم ما زالت صعبة في أغلب الأحيان، ولكن طبعا الشقيقة مصر دائما بالنسبة لنا هي الأخ الأكبر، خلينا نحكي دائما شؤون الفلسطينيين في مصر يتم التعامل بها بأخوة وبوضع جيد جدا، أكيد ما في عنا أي مشكلة بهذا الخصوص. أشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق بإذن الله. شكرا لك. يعني إذا كان هذا هو الجانب الفلسطيني والمشاركة الفلسطينية في هذا المنتدى. بنتحدث عن وفد كبير ونتحدث
عن أن المشكلة الأساسية التي يخوضون فيها هي مشكلة اللاجئين، 7 ملايين لاجئ على مستوى العالم، فلسطينيين متواجدين خارج بلدانهم، والتأكيد على هذه النقطة. وبعد هذه الجلسة التي انتهت الآن نتحدث عن جلسة ريادة الأعمال التي سوف يتم الدخول لها بعد قرابة ربع ساعة من الآن. يعني هذه الجلسة تحديدا لم تنتهي أحمد، لكن هناك حسب ما فهمنا هناك جزء آخر من هذه الجلسة سيتم استكمالها لاحقا تقريبا بعد قليل. ستبقى